مرحبا. كشفت دراسة أجرها فريق علمي تابع لمعهد العلوم البيئية والتكنولوجيا بجامعة برشلونة أنه نسبة التلوث بمياه البحر الأبيض المتوسط ارتفعت 10% خلال 20 سنة الماضية، وأوضحت أنه التلوث البيئي عم بيهدد الأسماك وسائر الأحياء البحرية بسبب ارتفاع درجات حرارة الماء وحموضتها، ودعت لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحد من الصيد العشوائي. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة عادية، رطوبة مرتفعة على الساحل، البحر معتدل الموج وحرارة ميهو 29 درجة. اليوم طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 24، بالبقاع 12 والأرز 10، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن نبدأ من رياض الصلح 31، لبعة 30، صريفة 30، جرجوع 27، راشية الفخار 29، بشر 22، والشربين 33. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها عم بيكون 25 أقصاها 31، نهار التنين بتتراوح بين 26 و32، ونهار الثلاثة نفس الشيء. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 31 ودمشق 36، ننتقل من بعدها إلى طرابلس 33 وباريس 31. وهيدا كان كل شيء. باي.